بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، طلاب الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس التفسير في الوحدة الثالثة في تفسير سورة مريم قصة زكريا عليه السلام. أولا، ماذا نريد أن نتعلم من هذا الدرس؟ نريد أن نبين معاني الكلمات في هذه الآيات، وأن نفسر الآيات من 1 إلى 15 من سورة مريم تفسيرا سليما صحيحا مختصرا، وأن نستنتج أسباب إجابة الدعاء لزكريا عليه السلام ولغيره من عباد الله سبحانه وتعالى، وأن نستنتج صفات يحيى نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أولا، نحن نعلم أيها الطلاب والطالبات أن الله عز وجل له التدبير التام في هذا الكون، وهو سبحانه وإن كان قد جعل لكل شيء سبباً وجعل هذا الكون وما فيه يسير وفق سنن محددة، إلا أنه قادر على تعطيل الأسباب وتغيير السنن وهرق العادات. فهو الله عز وجل الذي قال للبحر لا تغرق موسى عليه السلام، وهو الذي قال للنار لا تحرقي إبراهيم عليه السلام، ولأن له القدرة المطلقة والحكمة البالغة. وفي سورة مريم أمثلة لذلك، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا لم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، إلى آخر الآيات. معاني الكلمات الغريبة: زكريا هو نبي الله، هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو نبي الله سبحانه وتعالى، وكان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة، وهن العظم يعني ضعف العظم، عاقرا عقيم لا تلد ولا تنجب، عتيا العتي هو النهاية في الكبر وفي السن. تفسير الآيات، قال الله عز وجل: كاف ها يا عين صاد، هذه الأحرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله بها بعض السور مثل طاسين ميم وياسين وقاف وألف لام ميم وألف لام راء وغيرها من السور. وفي الابتداء بهذه الأحرف المقطعة إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، فمع أنه مركب من هذه الأحرف التي يتركب منها كلام العرب كله، فإنهم عاجزون عن الإتيان بمثله ولا حتى بمعرفة معناها. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا عليه السلام، حين نادى ربه نداء خفيا، أخفى دعاءه لأنه أشد إخباتا وأبعد عن الرياء. وهكذا ينبغي علينا أيها الطلاب والطالبات أن ندعو الله سبحانه وتعالى سرا وجهارا، أن ندعو الله سبحانه وتعالى بيننا وبينه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يدعونا إلى الإخلاص، وهو سبحانه يدعونا إلى أن تكون أعمالنا خالصة له سبحانه وتعالى، والله يتقبل من المخلصين. طيب، ماذا نستفيد من هذه الآية؟ قال الله عز وجل: قال ربي إني وهن العظم مني، أي ضعفت قواي لكبر سني، واشتعل الرأس شيبا، أي انتشر الشيب في رأسي، والمراد من هذا الإخبار عن ضعفه وكبر سنه. قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي ولم أكن يا ربي شقيا بدعائي إياك، لأني لم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني فيما سألتك قط. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني أنا كلما دعوتك تجيبني، ولم أشقى أنني إذا دعوتك لم تجبني، فإن من دعا الله ولم يجبه ممكن يحصل له شيء من الشقاوة. فما هي الدروس المستفادة في هذه الآية؟ من آداب الدعاء التذلل لله سبحانه وتعالى، وإظهار الضعف بين يديه، وشدة الحاجة إليه سبحانه وتعالى، وأن تظهر له وتظهر له فقرك
وحاجتك إليه في شدة غناه عنك وعنك سبحانه وتعالى. إذن التذلل لله تعالى وإظهار الضعف بين يديه وشدة الحاجة إليه أمر مطلوب من آداب الدعاء. قال الله: وإني خفت الموالي من ورائي، أي من يتولى على بني إسرائيل من بعدي. من ورائي أي بعد موتي، ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا أو يفسدوا في الدين. وكانت امرأتي عاقرا أي عقيما لا تلد، فهب لي من لدنك وليا أي أعطني من عندك ولدا صالحا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب، يعني يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. واجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك. ما هي الدروس المستفادة من هاتين الآيتين؟ أولا، مشروعية طلب الولد الصالح، أن الإنسان يدعو الله بالولد الصالح. ثانيا، مشروعية الدعاء للولد بالصلاح: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. ما هي الدروس المستفادة من هذه الآية؟ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اثنين، قدرة الله لا حدود لها، اسألوا الله وبالغوا في الدعاء، فإن الله مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي ولد، كيف يولد لي ولد، وكانت امرأتي عاقرا عقيما لا تلد، كبيرة في السن. قال الله سبحانه وتعالى لزكريا: كذلك قال ربك هو علي هين، أي خلق يحيى مع عقم زوجتك وكبر سنك أمر هين أن أعطيك هذا الولد، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بل كنت معدوما لا وجود لك. ما هي الدروس المستفادة من هذه الآيات؟ بيان عظيم قدرة الله تعالى في إخراج الولد ممن لا يولد له عادة، وأنه على كل شيء قدير. بيان أن الدعاء من أقوى الأسباب لعلاج العقم، فيا من يشكو العقم عليك بالدعاء، فإنه من أعظم وأنجح العلاجات. ننتقل إلى التقويم أيها الطلاب والطالبات. بيان معاني الكلمات الآتية: ما معنى وهنا؟ ضعفة. عتية النهاية بالكبر. عاقرا عقيما لا تلد. هين سهل يسير. استخرج الآية الدالة على أفضلية الإصرار بالدعاء. قال الله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. في الآيات علامة على تمام قدرة الله تعالى. ما هذه العلامة؟ قدرة الله تعالى في إخراج الولد ممن لا يولد له عادة، أي خلق يحيى مع عقم زوجة زكريا عليه السلام وكبر سنه ومن سيأتي مثلهم. في الآيات إشارة إلى سبب من أسباب علاج العقم. ما هو؟ الدعاء من أقوى الأسباب لعلاج العقم. اشرح معنى قول الله عز وجل: لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. بهذا أيها الطلاب والطالبات نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.